من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالذي يريد الله عز وجل له الخير يكرمه بتفقيهه في الدين. والفقه في الدين يعني أن يتعلم المرء ما يحتاج إليه من أمر دينه، وأن يدرس ويتعلم أمر دينه بحيث يخرج نفسه من الجهالة إلى النور والعلم، ويجنب نفسه الوقوع في الغواية، ويتمكن من الأخذ بأسباب الهداية. وكثير من الناس يقعون في الأخطاء بسبب جهلهم، قد لا يقصدون المخالفة ولا يريدون اتباع الهوى، لكنهم يؤتون من باب الجهل، فلا يعرفون الواجب أو المستحب أو المكروه أو المحرم، فيمكن أن يتركوا واجباً أو أن يرتكبوا محظوراً من حيث يجهلون، ويمكن أن يستخفوا بأمر من الأمور لأنهم لم يعظموا أمر ذلك، لم يعظموا شأن ذلك الأمر بسبب جهلهم أيضا. ولهذا كان من اللازم على المسلم أن يتفقه في الدين. والفقه في الدين مقصود منه العمل، فليس المقصود من العلم ومن الفقه في الدين أن يحشو المرء عقله ودماغه بمعلومات لا أثر لها في واقع حياته ولا في واقع حياة الناس. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل لمن لم يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولم يعمل مرتين. والويل هو الدعاء بالهلاك والخسران، فهذا الذي يعلم ولا يعمل دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخسران مرتين، فهو أعظم جرما من ذلك الذي لم تقم عليه الحجة. فالعلم حجة للإنسان، وهو حجة عليه حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن من الأولويات التي يجب أن يشتغل بها المسلمون اليوم أن يولوا الفقه في الدين ما يستدعيه من العناية والاهتمام، لأنهم إن لم يفعلوا فإنهم سيقعون في المحظورات، ولن يفقهوا دينهم، ولن يعظموا الله سبحانه وتعالى ولا شعائره. ثم إن الفقه في الدين يعم خيره الدنيا والآخرة. أما الدنيا فلأن مصالح الناس في هذه الحياة إنما ترتبط بحفظهم لدينهم، أولى ما يجب على الإنسان أن يحفظه دينه الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. فإن لم يفقه هذا الدين فإنه لن يتمكن من تعظيم الله عز وجل، لن يتمكن من حفظ دينه وحرزه وصيانته من الخلل والخطأ والفساد. وأما أثر الفقه في الدين في الآخرة فمعلوم واضح، لأنه يمكن المرأة من الأخذ بأسباب النجاة والسعادة في الآخرة. سأضرب لكم مثالا، كلنا نقرأ سورة العصر التي فيها يقول الحق تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان معرض للخسر إلا إن أخذ بالأسباب المذكورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء
يكتب لهم الخروج من حالة الخسر إلى حالة النجاة. وكلمة الخسر وردت في القرآن الكريم في هذا الموضع فقط، لأن الخسر هو أول درجات الفشل، الخسر أول درجات الفشل. فالذي يعصم الإنسان من هذا الفشل هو تمسكه بما نص الله عز وجل عليه في هذه السورة الكريمة من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن لم يفعل ازداد خسارة. المرتبة الثانية في الفشل بحسب الاستخدام القرآني الخسار. فالمرتبة الأولى هي الخسر، ثم بعد ذلك تزداد خسارة هذا ليصيبه الخسار. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. لم يقل إلا خسرا، لأنهم ماذا؟ هم واقعون في الخسر بسبب كفرهم. فإقامة الحجة عليهم مع تعنتهم وعدم استجابتهم تزيدهم خسارا، خسر إلى خسر. فإن استمروا على ذلك يكون بعد ذلك الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. وهذه الكلمة الثالثة، الدرجة الثالثة والأخيرة في الخسارة في القرآن الكريم، فهي خسارة الآخرة. الخسران ورد في القرآن الكريم للدلالة على خسارة الآخرة. إذن عندنا خسارة التي هي أولى الدرجات ويعبر عنها في القرآن بالخسر، ثم ازدياد الفشل يعبر عنه بالخسار، ثم خسران الآخرة الذي ما بعده نجاح أبدا ويعبر عنه في القرآن الكريم بالخسران. الخسر ثلاث حروف، ثلاثة أحرف، والخسار أربعة أحرف، والخسران خمسة أحرف. تزداد حروف الكلمة بازدياد درجات الفشل والبعد عن النجاح. إذن ما الذي يعصم من هذا كله؟ أن يفقه المسلم دينه، أن يفقه ما له وما عليه. ثم قلت بأن من ما نحتاج إليه في العلم حينما نتحدث عن الفقه في الدين، وأن المقصود منه العمل، وأن الذي يعلم ولا يعمل فإن علمه هذا يكون حجة عليه وسببا لمؤاخذته في الآخرة إن لم يتدارك نفسه. فهذا لأن الله عز وجل ضرب لنا أمثلة في كتابه بهذا الصنف من الناس الذين يعلمون ولا يعملون. قال: فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا سؤال. ولهذا يجب علينا أن نتفقه في ديننا، يجب علينا أن نحفظ ديننا وأن نصونه، لأنه يحقق لنا هذا المعنى. والفقه في الدين أمانة، يعني لا يصح أيضا أن يؤخذ من غير العاملين به. لهذا يقول علماؤنا: العلم أمانة فلا يؤخذ إلا من أهله، أي من أهل العلم المتقيدين بهذه الأمانة الحاملين لها، الأمناء العدول الثقات، لا يؤخذ من أي أحد كان. ولو كان نظريا عند الناس عنده مخزون علمي، لكن إن كان هذا العلم لا ينفعه فكيف يمكن بعد ذلك أن ينفع هو غيره من الناس؟ كيف يؤتمن على دين الله تبارك وتعالى إن كان هو غير ملتزم غير منتفع بفقهه في الدين وبما آتاه الله عز وجل من العلم؟ أما كيف يمكن لنا أن نرتقي بفقهنا في ديننا، فأحسب أن الجواب على هذا السؤال اليوم يسير، لأن وسائل التعلم لا نهاية لها. يتعلم الإنسان
حينما تكون عنده الرغبة ويقصد أن يتفقه في الدين ويتطلب ذلك لن تعوزه الوسيلة، لا سيما في زماننا هذا، فكل وسائل العلم متاحة، كل وسائل التعلم متاحة، وإنما عليه أن يضبط منهج التعلم. ومنهج التعلم إنما يقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم قصد التعبد بطلب العلم. لا يلزم أن تصبح عالما، لكن مسعاك في التفقه والتعلم تؤجر عليه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنفس طلب العلم عبادة، وهي عبادة شريفة جليلة، لأن صاحبها يسعى إلى أن يغترف من نور العلم. إذن أخلص القصد والنية لله تبارك وتعالى، واسعى قدر المستطاع، خذ بالأسباب. تأتي بعد هذه المعاني القلبية يأتي ما يتصل بالقراءة، ملازمة أهل العلم، البحث والسؤال، الحفظ قدر المستطاع، الاغتراف من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التواضع، عدم التكبر، السؤال عما يشكل، البعد عن الاستحياء من إظهار الجهل حينما يكون المرء غير متفقه، غير عالم بمسألة من المسائل. فالله عز وجل يقول لنبيه وقل رب زدني علما، ويقول واصفا جل وعلا ما أكرم به عباده من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذن عليه أن يحرص على جمع هذه الخصال حتى يتمكن من التفقه في الدين، فليقصد. ولهذا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويحذر هذا الجاهل من أن يقول في أمر من أمور الدين بجهل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والفقه في الدين يعلم حسن الخلق، الأصل فيه أنه أمر ملازم مصاحب للتفقه في الدين، كما أنه أمر معين على التعلم، أي أن حسن الخلق هو نتيجة وسبب للتعلم، لأن هذا الذي يتحلى بحسن الخلق قادر على الصبر، قادر على التضحية، قادر على أن يبذل ويؤثر العلم على ما سواه، فبهذه الخلال الخلقية يتحصل له العلم بالمثابرة، بالجد، بالصبر، بالتضحية، بالإيثار، بالسؤال، بملازمة أهل العلم. ثم إن حسن تطبعه بأخلاق العلم وبأخلاق هذا الدين تحفظ له فقهه وتبصره بما يأتيه وما يذره، كما يقول شيخنا السالمي رحمه الله عما هو في الأثر مستقر عندنا: أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فقف عنه حتى تعلم حكمه.